خزان الماء في الدوار. في ضواحي مدينة مراكش يقع دوار يطل على نهر تحيط به بساتين تسر الناظرين، ومع مرور السنين تعب سكان الدوار من جلب الماء من النهر على ظهور الحمير، فعقدوا اجتماعا لحل مشاكلهم. تم الاتفاق على حفر بئر جانب النهر تزود الدوار بالماء. تحمس الجميع لتحقيق المشروع، فمنهم من تبرع بمبلغ مالي، ومنهم من وعد بشراء الإسمنت، ومنهم من تطوع بوضع آلاته رهن إشارتهم، ومنهم من تطوع للعمل مدة إجازته. كان يوم بداية أشغال حفر البئر حفلا وزع فيه التمر والحليب، ثم ابتدأت الأشغال على بركة الله. هؤلاء يستعملون الفؤوس، وأولئك يستعملون المعاول. واصل السكان عملهم بنشاط، وبعد أيام قلائل ظهر الماء فامتلأت القلوب فرحا، وتعالت زغاريد النساء من كل بيت ورفعت الأعلام. اجتمع السكان على ضفة النهر لتناول أطباق شهية من الطعام أعدت احتفالا بهذا اليوم. حضر الحفل أبناء الدوار الذين يسكنون في مختلف مدن وطننا، من أساتذة وأستاذات وتقنيين وتقنيات ومهندسين ومهندسات. قدم الحاضرون مساهمة مادية لبناء خزان الماء وشراء مضخة وأنابيب لإيصال الماء إلى البيوت. وبينما هم يتناقشون وقف عليهم 10 أطفال تتقدمهم بنت صغيرة. ما إن أشارت إلى رفاقها حتى وضع كل واحد منهم أمامه حصالة نقوده. تقدمت الفتاة وقالت أمام الملأ: هذه مساهمة أطفال الدوار، اشتروا بها ما يصلح لبناء خزان للماء. صفق الحاضرون بحرارة وشكروا الأطفال على مساهمتهم، وأعلنوا بداية الأشغال. وبعد أيام انتهى بناء الخزان. حضر المهندس كريم ابن الدوار من مدينة مراكش وتطوع للقيام بأشغال تركيب المضخة، فتدفق الماء غزيرا. مد السكان القنوات إلى كل المنازل، ففرح أفراد الأسر رجالا ونساء وأطفال، وارتوت الأشجار واندعشت النباتات. اجتمع الصغار وقرروا تخليد هذا الحدث، فنقشوا على صخرة كبيرة عبارة: يد الله مع الجماعة. خزان الماء في الدوار. في ضواحي مدينة مراكش يقع دوار يطل على نهر تحيط به بساتين تسر الناظرين، ومع مرور السنين تعب سكان الدوار من جلب الماء من النهر على ظهور الحمير، فعقدوا اجتماعا لحل مشاكلهم. تم الاتفاق على حفر بئر جانب النهر تزود الدوار بالماء. تحمس الجميع لتحقيق المشروع، فمنهم من تبرع بمبلغ مالي، ومنهم من وعد بشراء الإسمنت، ومنهم من تطوع بوضع آلاته رهن إشارتهم، ومنهم من تطوع للعمل مدة إجازته. كان يوم بداية أشغال حفر البئر حفلا وزع فيه التمر والحليب، ثم ابتدأت الأشغال على بركة الله. هؤلاء يستعملون الفؤوس، وأولئك يستعملون المعاول. واصل السكان عملهم بنشاط، وبعد أيام قلائل ظهر الماء فامتلأت القلوب فرحا، وتعالت زغاريد النساء من كل بيت ورفعت الأعلام. اجتمع السكان على ضفة النهر لتناول أطباق شهية من الطعام أعدت احتفالا بهذا اليوم. حضر الحفل أبناء الدوار الذين يسكنون في مختلف مدن وطننا، من أساتذة وأستاذات وتقنيين وتقنيات ومهندسين ومهندسات. قدم الحاضرون مساهمة مادية لبناء خزان الماء وشراء مضخة وأنابيب لإيصال الماء إلى البيوت. وبينما هم يتناقشون وقف عليهم 10 أطفال تتقدمهم بنت صغيرة. ما إن أشارت إلى رفاقها
حتى وضع كل واحد منهم أمامه حصالة نقوده. تقدمت الفتاة وقالت أمام الملأ: هذه مساهمة أطفال الدوار، اشتروا بها ما يصلح لبناء خزان للماء. صفق الحاضرون بحرارة وشكروا الأطفال على مساهمتهم وأعلنوا بداية الأشغال. وبعد أيام انتهى بناء الخزان. حضر المهندس كريم ابن الدوار من مدينة مراكش وتطوع للقيام بأشغال تركيب المضخة، فتدفق الماء غزيرا. مد السكان القنوات إلى كل المنازل، ففرح أفراد الأسر رجالا ونساء وأطفال، وارتوت الأشجار واندعشت النباتات. اجتمع الصغار وقرروا تخليد هذا الحدث، فنقشوا على صخرة كبيرة عبارة: يد الله مع الجماعة.